اليوم مشاهدينا هو يوم المرأة العالمي، ومن الأيام الدولية التي يحتفل به حول العالم. وجاء هذا اليوم من أجل تعزيز دورها الفاعل، سواء كانت ربة بيت أو قيادية في المجتمع، ومنحها حقوقها والحد أيضا من تعرضها للعنف، والمساهمة في زيادة الوعي بقضاياها وعدم تعريضها للتهميش. وفي المجتمع اليمني الغارق في مآسي الحرب والجوع والمرض والأوضاع الاقتصادية المتردية، أثبتت المرأة اليمنية وجودها اجتماعيا وإنسانيا. ولكن كيف نعزز من دور المرأة قياديا ورياديا وتمكينها اقتصاديا؟ الكثير من الأسئلة اليوم سنناقشها مع الأستاذة بلقيس اللهبي، مستشارة النوع الاجتماعي والمجتمع المدني بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية. ويسعد صباحك دكتورة. صباح الخير، يسعد صباحكن، كل سنة وانتن طيبات وإلى الأمام، والنساء دائما قويات وجميلات. آمين يا رب، آمين بإذن الله. وأنتي كمان يا رب كل سنة لك طيب، كل سنة وأنتي طيبة وكل اليمنيات يا رب، ونورتينا في صباح بلقيس. عندي تنويه بس إنه أنا مش دكتورة. أهلا وسهلا. المعذرة، يمكن هم الأستاذة. أهلا. طيب أستاذة، نبدأ معاك بمعرفة، يمكن هذه نقطة ما حد يعرفها، لكن ما أهمية اليوم يعني وجود المرأة كقيادية وكصانعة قرار في المجتمع؟ أولا، هو الوصول إلى القيادة هو حق للطموحين، طالما أنهم يمتلكوا القدرات الكافية أنهم يكونوا في القيادة، مع اشتراط تكافؤ الفرص. وجود النساء مهم جدا، انهن لانهم بينقلين نظره مختلفه للمجتمع، نظره بتعتمد على تجربتهن، على خلفيتهن، على ايضا احتكاكهن بالمجتمع. نعرف انه المجتمع يربي النساء والرجال بشكل مختلف، ولذلك لابد ان يكون هناك فرصه لكل اليمنيين واليمنيات ان يشاركوا في صنع القرار. فعلا أستاذة بلقيس، طيب هذا الأمر يحتاج خطوات مدروسة، يعني ما هي هذه الخطوات اللي ممكن أنه نتخذها لتفعيل دور المرأة أكثر قياديا؟ شوفي، المجتمع بالكامل لابد أن يدرس جميع خطواته، من أول ما بنعلم أولادنا في المنزل، نهاية بالتعليم الابتدائي الإعدادي، إلى أن نصل إلى التعليم العالي. هذه كلها لابد أن تكون فيها فلسفة الدولة القائمة على المساواة، على تكافؤ الفرص، على مبدأ الحرية، على مبدأ تشجيع الكفاءات والقدرات الخاصة. بالنسبة للنساء، أعتقد أنه لابد أن نتشارك جميعا في أننا نجهز مجتمع قابل لها، مجتمع لا يتهمها، مجتمع لا يضبطها، لا يحملها ما لا تحتمل. فعلاً كثير من المشكلات تواجهها المرأة في المجتمع اليمني، لكن هناك بعض الكيانات والمبادرات التي نشأت في اليمن وهي يعني تختص بموضوعات المرأة. ما هو التأثير الذي ممكن أن تحدث هذه المبادرات في يعني تعزيز أو نقول دعم وضع المرأة وتحسين وضع المرأة في اليمن؟ شوف، في كيانات كثير نشأت من قبل الحرب وأثناء الحرب. من قبل الحرب كانت تشتغل النساء كثيراً على مسألة التوعية بحق النساء في المشاركة العامة وفي الوصول إلى أماكن صنع القرار. بعد الحرب ارتكز أغلب الأنشطة ارتكزت على الإغاثة والمعونات الاجتماعية، وهذا كان وارد حتى في البيوت، في الحواري الناس بتشوف أوضاع الناس وبتتحرك من أجلها. النساء ربما كانن أكثر حراكاً لأنهن بيعانين، يشعرن بالمشكلة. الكيانات التي نشأت فيما بعد لها علاقة بالتمكين السياسي للنساء مثلا أو بقضايا السلام، هي كيانات نوعية نخبوية، ولكن كان لها إسهامات عديدة. أيضا لا ننسى أن النساء، حتى النساء العاديات جدا، شاركنا حتى في عمليات تبادل أسرى، في عمليات فك معتقلين، في عمليات حتى تبادل الرفات. كانت في البداية تجارب خاصة لهن، لأقاربهن، لأبنائهن. المرأة ربما أول من نادت بإخراج المعتقلين، لأن هذول فلذات أكبادهم، فبالتالي كان لهن دور غير عادي. وأنا أعتقد أن النساء أخرجن من المعتقلات أكثر مما أخرجت الأمم المتحدة والمتفاوضين. على ذكر الأمم المتحدة أستاذة بلقيس، يعني هل ساهمت منظمات المجتمع المدني وبرامج الأمم المتحدة الخاصة بدعم المرأة على تخفيف تعرض النساء للمخاطر في اليمن؟
أنا أخشى أن أكون ظالمة لهذه المؤسسات، وأنا دائماً لدي ربما موقف حاد تجاه أدائهم، لأنه الأداء خالي من معرفة مكنونات المجتمع اليمني، بيسقط علينا برامج مخططة في الخارج أو تجارب لا تعنينا. لذلك نجد أنه في الوقت الذي بيقولوا أنهم بيقووا النساء، في الوقت اللي بيتركون في مواجهة المجتمع عاريات من أي حماية، وحيدات تماماً. ولذلك نجد أن النساء في الفترة الأخيرة يتعرضن لهجمة شرسة، سواء وممنهجة من قبل الجماعات المسلحة والجانب الثيوقراطي تحديداً منها، وهذا يجد استجابة بشكل أو بآخر من المجتمع لخوفه على مبدأ ما يسمى الشرف والأخلاق المتعلق تماماً بأجساد النساء. أجد أنهم لم يستطيعوا أن يحموا النساء كفاية، وحتى وهن يبحثن عن لقمة العيش لأولادهن. فعلاً القرارات الأخيرة للأسف يعني تزيد من نسبة العنف ونزعة العنف تجاه النساء للأسف، وهذا ما لاحظناه مؤخراً. طيب بالنسبة للمرأة نفسها، يمكن نشوف أحياناً سيدات ناجحات في مجالات متعددة، لكن لا تزال عندها التخوف من خوض موضوع يعني القيادة أو موضوع صناعة القرار، فكيف نشجع هؤلاء السيدات في أن يصبحوا يعني أو ينخرطوا في مجال صناعة القرار؟ شوفي يا عزيزتي، الإنسان ابن مجتمع، لا نستطيع أن نقول إن خوف هؤلاء النساء آتي من فراغ. خوف ناتج عن تربية مجتمعية تربي الرجال والنساء على مبادئ معينة. النساء تنكشف بسرعة، يعني حتى عندما تساهم اقتصاديا أو أنها تخرج إلى سوق العمل، سوق العمل شرس والمنافسة فيه قد تأتي على السمعة، قد تأتي على أنه لو التقطت لامرأة صورة، فقط صورة، بالإمكان أن تدمر كل ما فعلت. النساء تواجه مواجهة غير التي يواجهها الرجل، لا يوجد تكافؤ حتى في تحمل المسؤوليات. لذلك أنا لا أستطيع أن أتهم هؤلاء النساء أنهن جبن، ولكن تحتاج النساء إلى مجتمع داعم، إلى أسرة مصدقة، إلى مجتمع خلوق لا يتناقل الأخبار اللا أخلاقية خاصة. فعلا هذه مسؤولية اجتماعية على الجميع أستاذة بلقيس. طيب اليوم في ظل الحرب والأوضاع الاقتصادية السيئة للأسف، المرأة تعتبر الجندي المجهول المعيل الأساسي للكثير من الأسر، كيف نقدر أن يعني نزيد نسبة تمكين المرأة اقتصاديا في اليمن؟ أنا أعتقد أن أول شيء لازم يعمل من قبل كل القائمين على أعمال الرصد والتحقق والدراسات، إنهم يقوموا برصد هذه الحركة للنساء، يقوموا برصد أنشطتهن ودراستها، تنمية هذه الأنشطة ومساعدتها وإبرازها، وجود عدد كبير من المنصات، ومنصتكم منصة جميلة. أنا أشكر قناة بلقيس من هنا لتركيزها على هذه الأجزاء، لتركيزها على النساء البسيطات، العاملات، الكادحات، أولئك الحاطبات على رؤوس الجبال، النساء اللي بيصنعين رغيف الخبز لأبنائهن. هذه الأشياء إن إحنا نحتفي بهن، إن إحنا نبرز أعمالهن، إنه لو كان في جهات داعمة تدعم هؤلاء النساء، مع الرصد المستمر إن هؤلاء النساء بعد أن أنجزنا هذه الإنجازات كلها، مش يجي بعد الحرب هم يتولوا السلطة ويقولوا لهن رجعين المطبخ، برغم أن المطبخ ما بيشتكيش من شيء لو أنت بتحبيه. فعلاً مشكلة. فعلاً اليوم يمكن أن يكون مصدر رزقك المطبخ. أيوة. فبالتالي أنا أعتقد إنه يجب علينا جميعاً رصد هذه التغيرات، ورصد ما هي المعوقات وما هي التحديات وما هي الفرص، وصنع الفرص وتعميدها وتذويب التحديات والقضاء عليها، لكي تستمر النساء في إعالة نفسها وإعالة من حولها. ونحن نعرف أن فرصة عمل واحدة تخلق العديد من فرص العمل، إنه باب رزق ينفتح، مش معناه أنه انفتح لشخص واحد ولكن انفتح للعديد. اليمن تحتاج لكل أبنائها نساء ورجال لبنائها، لا أستثني من ذلك المزارعة في حقلها، ولا الحاطبة في محطابها، ولا الراعية في مرعاها، وكل النساء المجتهدات في كل مكان، ليس فقط أنها سيدات أعمال، ولكن ما زلنا نحتاج إلى نساء قادرات على أنهن يكونين منافسات في السوق، يجترحن أو يقتحمن مجالات متعددة وغير ذلك. نحتاج للنساء في الوزارة، من المعيب أنه الحكومة اليمنية
لا توجد فيها نساء بعد ما اعتدنا على وجود النساء في هذه الحكومات، وهذه حكومة بعد ثورة. فمن المعيب أن لا نجد نساء كفؤات، وهن كفؤات فعلا في كل أماكن صنع القرار. ومن المعيب أن نجد أن النساء الكفؤات والقادرات والمتصدرات للحداث واللاتي يعمل أن يتم وصمهن ويتم التعامل معهن بهذه الطرق السيئة كما حدث في الآونة الأخيرة. فعلا المرأة يعني استثمار هائل إذا تم دعمه، يعني بالتأكيد سوف ينقل اليمن إلى مستوى مختلف، ولا يتم فقط تسليط الضوء على هذه الفئة ومنحها الفرصة للمشاركة. لكن ماذا عن دور المرأة في صناعة السلام؟ ماذا تقدم المرأة اليوم اليمنية في هذا الجانب؟ المرأة اليمنية تقدم الكثير. نستطيع أن نقول إنها لم تخرج إلى سوق العمل إلا لكي تحمي أسرتها من أهوال الحرب، هذا في حد ذاته عمل سلام. إن أنت تستمري في الكفاح لكي لا ينتمي ابنك أو أخوك أو إلى جبهة قتال، هذه أعمال سلام. النساء أيضا هن الداعيات المستمرات للسلام في كل المحافل الدولية وفي كل المحافل الوطنية. النساء لديهن مبادرات عديدة، وتكلمنا مسبقا عن دورهن في السلام المحلي والوساطات، حتى وساطات الثأر والله متدخلات في إعادة المعتقلين إلى بيوتهم، هذه حركة سلام جيدة. أعرف كثير من المنظمات التي تقودها نساء يعملن على إعادة تأهيل وتدريب الشباب المنخرطين في العنف. تعمل النساء وتبذل الكثير من أجل السلام، لأنه إذا حق الحق المرأة مصلحتها أصلا في السلام. لا تستطيع أن تدخل إلى بورصة الحرب، لأن بورصة الحرب معناها أنها تأخذ ميليشيا وتتسلح وتذهب إلى الميدان، والمرأة ليس هذا المجال متاح لها. أنا لا أقول أنه لا يوجد نساء عنيفات، ولكن هذا المجال غير متاح لها. إضافة إلى أن المرأة وسيط آمن، لأن ليس لديها مصالح مباشرة في الحرب، ليست صاحبة شركة نفط تهرب عبر حدود الجبهات، ليست مهربة مخدرات وغيرها. فالمرأة وسيط مهم في السلام، وهي تجد مصلحتها في السلام أكثر من مصلحتها في الحرب، ويجب الاستثمار في هذه المساحة. فعلا فعلا يعني أستاذة بلقيس، المرأة صنعت سلام حقيقية وما لش أي يد في الحرب. ختاما أستاذة بلقيس، وفي يومها العالمي كيف تدعم المرأة؟ المرأة مثل ما احنا هذا الصباح أن أبتسم في وجهك وتسأليني وأرى إلى أي مدى أنتن أيتها الفتيات الجميلات الرائعات، الله يحفظك، شكرا، محتشدات قد لكن أسبوع تجهزين لحلقة لكي تهنئن النساء. النساء عليهن التضامن غير المشروط مع النساء، الوقوف بجوارهن قدر الإمكان، بالإمكان أن ننتقد بعضنا البعض، طبعا حق الانتقاد مفتوح، ولكن لا نهاجم، لا نبيد. عندما تصعد امرأة أن تفتح كلتا يديها وذراعيها وتصعد معها أخريات. عندما تتعلمين خبرة أن تنقلي الخبرة هذه لزميلاتك، لصديقاتك، للي في مجالك، أن نتيح الأمر. أنه صحيح أن مساحتنا في القيادة كثير ضيقة، لذلك الصراع يبدو مهولا، لكن نستطيع أن نجلس معا على الكرسي، حتى لو كان المسألة بالتبادل أو حتى بتبادل الآراء، أن تصل آراءنا، أجندتنا، رؤانا. هذا تضامن كبير من النساء مع النساء، إضافة إلى أنه قدر الإمكان من تستطيع أن تبرز دور غيرها أن تبرزه. شكرا لك، وصباحنا اكتمل بوجودك أستاذة بلقيس اللهبي، شكرا لتواجدك معنا. بس أقول لك شيء، أحمل تهاني لقيادات بلقيس ولهذا الاسم الجميل الذي له مكنونة في داخل اليمنيين. أذكر اليمنيين أنه في عهد النساء كنا يركزنا على التنمية، جربوا النساء، جربنا الرجال كثيرا وأدخلونا في حروب كثيرة، جربوا النساء لن تندموا أبدا، كل سنة وانتم طيبات. وانتي طيبة أستاذة بلقيس، وفعلا ختامها مسك معك، وبإذن الله في المرحلة القادمة نشوف نساء قياديات لهم دور فاعل في المجتمع بإذن الله.